افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال البازار 52 للسلك الدبلوماسي الخيري لمبرة أم الحسين بمشاركة 51 هيئة دبلوماسية. وأكدت سموها في كلمتها أن هذا البازار جسد أسمى معاني الشراكة والتضامن والعمل الإنساني بين الهيئات الدبلوماسية العاملة في الأردن، مثمنة دورهم وتفاعلهم وحرصهم على المشاركة بالبازار، والذي يأتي إيمانا منهم بأهمية تعزيز العمل الإنساني والخيري. حقيقة الدول العربية الشقيقة عمرها ما بتقصر، فبشرفنا جدا إنه مساهمة المملكة السعودية، مملكة البحرين، الإمارات، مصر، العراق، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر واليمن. الله يجزيكم الخير جميعا. من جانبهم أكد المشاركون أهمية البازار في توفير جزء من احتياجات مبرة أم الحسين لخدمة الأطفال لديها، لافتين إلى أن البازار حقق معان إنسانية واجتماعية من خلال خدمة فئة من أبناء المجتمع هي بأمس الحاجة للرعاية والاهتمام. وقال سفراء مشاركون بالبازار إن إقامته سنوياً يعزز علاقات التعاون والصداقة بين دول العالم من خلال مشاركة هيئات هذه الدول في هذا الحدث الإنساني، لافتين إلى أن العمل الإنساني والاجتماعي يحتاج إلى تعاون وتضافر وجهود الجميع من أجل خدمة ومساعدة المحتاجين. المشاركة لهذه السنة مع مبرة أم الحسين اللي حقيقة حرصت السفارة العراقية عبر السنوات أن يكون لها شراكة في جناح يعرض ثقافة وتراث ومنتجات العراق من جهة، ومن جهة أخرى بأن يدعم المبرة ويساهم شأنه شأن كل الدول التي تساهم في البازار بدعم مبرة أم الحسين، لا سيما الأطفال الأيتام في المبرة. هناك عدة رسائل من الجناح العراقي، لربما هي رسائل إنسانية، رسائل فيها تطلع للمستقبل، وأيضا رسائل محبة وتعاون وتضامن مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب أولا، وأيضا صناعة السلام بنيابة عن العالم. مع كل مشاركتي بكل البلدين بحس أنه الأردن برتاح في أكثر بلد، ومنتشكر سمو الأميرة لأنه عطول هيك بتخصصنا حلو وبتعطينا هيك أنه بتحب شغلنا كلبنانية، ومرسي لكم وثانك يو. المشاركة السنة دي زي ما أنت شايفة مشاركة من كرياتيف إيجيبت. كرياتيف إيجيبت ده يتبع مركز تحديث الصناعات المصري، وهو لمساعدة ودعم أصحاب الحرف اليدوية في مصر لخلق منافس جديدة لهم ليس فقط في مصر ولكن أيضا في الخارج، من خلال المشاركة في معارض وبازارات مثل بازار مبرة أم الحسين. واجالت سموها في المعارض التي ضمت منتجات تقليدية لكل من الدول المشاركة، حيث يعود ريع البازار لمبرة أم الحسين التي تتولى رعاية الأطفال الأيتام وتقدم لهم خدمات الرعاية والتعليم.